دائما يعني بحر الشمال ما يكون لديه نفقات وتكاليف تكاليف إضافية بالنسبة لهذه الشركات، لنرى الهوامش طبعا الربحية التي يمكن أن تحصل عليها مثل هذه الشركة. نعم، المزيد لكن هذه المرة إلى اتجاه أسواق الإمارات متابعه مع ضيفنا في استوديو البرنامج السيد حسام الحسين عضو الجمعية الأمريكية للمحللين الفنيين. أحييك حسام، وين شايف دبي بعد 3560 تقريبا اللي اجتازها اليوم؟ لا أنا محكي متى يعني إن شاء الله، يعني بداية جميع المعطيات الموجوده بالسوق تدعم الحركه الايجابيه على 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 كافه على كافه الاتجاهات وعلى كافه الاصعده. لربما يعني المستويات السعريه المستهدفه يعني احنا متفائلين جدا، ما بدنا نحط رقم لانه يعني كل ارقام متاحه، ولكن ربما الحديث عن توقيتها. يعني بالاتجاه القوي اللي بدا فيه السوق هاي السنه واستمراريته حتى اللحظه، كنا الجميع كان ينتظر مستويات ال 4000. اليوم من كثر التفاؤل بالسوق بحكي انه متى ممكن نشوف 4000؟ هل ممكن نشوف هذا الشهر، الشهر الجاي، الى اخره؟ فالحمد لله الحاله الموجوده بالاسواق حاله ايجابيه تدعم اي مستويات سعريه ممكن انه نشوفها، سواء 4000، 5000، 6000، ما في ما يمنع السوق من استمراريه حركته الايجابيه اللي عمالنا بنشوفها حتى اللحظه. ولكن كما حكينا يمكن لربما يعني ننتظر يعني بعض الوقت، انا يعني خصوصا انه الارتفاعات السريعه لسه ما صار ولا فرصه التقاط انفاس، بنتمنى انه يعني السوق يعطي فرصه التقاط انفاس من اجل دخول سيوله. من اين دخلت فعلا هذه السيوله القويه؟ يعني فجاه اشتعلت ورايناها بالربع الرابع، ماذا الذي كانت تنتظره؟ هل كانت هي فقط تنتظر اخبار خصوصا بالنسبه لاكسبو هي التي جذبتها للدخول؟ هل في شيء جديد دخل يعني او محافظ استثماريه انتظرت كل هذا الوقت فعلا لتدخل بهذا التوقيت؟ اوكي، ربما هناك اكثر من مرحله مرت فيها احجام تداول او مصدر احجام تداولات. هلا بشكل عام السنه الماضيه كان المصدر الاكبر هو مصدر محلي. نعم، سواء هذا كان ملفت. سواء نعم. سواء من افراد او من مؤسسات محليين. لربما كان هناك تذبذب بالاستثمار المؤسساتي، راينا نشاط مع لغايه خبر ادراج الاسهم لترقيه الاسواق الاماراتيه، ومن ثم عادت هذه الاستثمارات للتراجع، ومن ثم عوده نشاطها بشكل مفاجئ مع نهايه بشهر 12 السنه الماضيه، وهذا استثمار مؤسساتي، فكانت لا يعني لا يوجد رتم واحد لها. من شهر 12 لغايه اليوم بنشوف سوق دخول السيوله المؤسساتيه الاجنبيه في اكثرها على سوق اصلا كان فيه قوه دافعه ايجابيه، اعطى زخم كبير لهذه الارتفاعات، رايناه يترجم بارتفاعات قياسيه مع نهايه العام وحتى اللحظه. لربما بالاسبوعين الماضيات السيوله هي اكثرها سيوله محليه، لانه في ايضا يعني بالرغم من انه الارتفاعات القياسيه اللي شفناها، ولكن كان معدل التداولات نحكي عنه باسواق سوق دبي على سبيل المثال لكن 800 مليون. يعني انه السوق يرتفع 108% باحجام تداولات 800 مليون او مليار لم نتعود عليه، يعني السوق ارتفع بالقصور الذاتي او باقل مقاومه ممكنه. بعد اذنك حسام، شو اللي ممكن يخلي السيوله ترجع للسوق بقوه؟ يعني اثارت نهى نقطه هامه جدا فيما يتعلق بهذا الشان، شو الدافع اذا ما كانت لا الاستضافات الضخمه للاحداث اللي ممكن تجيب استثمارات مثل اكسبو وغيرها، ولا كان كل البيانات اللي بتدل على قوه في النمو الاقتصادي بالمجمل، شو اللي ممكن يدفع السوق لتنتعش؟ شفنا وول ستريت حدث هام جدا كان عندها العام الماضي، دخول السيوله اتحدث، يعني هي مش مساله نسبه مئويه ارتفع فيها بقدر صحيح. السيوله اللي دخلت. صحيح صحيح، احنا يعني المقصد انه في طليقنا للسيوله ومصادرها بالفتره الماضيه، انا باعتقادي انه هناك شرائح كبيره لم تستفد الاستفاده المطلوبه من هذه الارتفاعات، لربما المعظم عدم استفادتهم جاءت من انتظارهم لعمليات تصحيح في فترات سابقه، اللي احنا كنا نشوف الاسواق عمالها ترتفع بدون اي فتره تصحيح. نعم. مرت فتره كبيره خصوصا مع نهايه الربع الثالث وبدايه الربع الرابع، كان هناك احجام سيوله برأيي تفوق الموجود بالأسواق بأضعاف، ولكن كانت تنتظر توقيت مناسب. مع عدم إعطاء السوق للفرصة بالتصحيح لتلك المصادر للدخول السيولة، ومع صدور أخبار باعتقادي أحست مصادر السيولة أنها سوف يعني لن تستفيد اي شيء من السوق، فاضطرت الى الدخول على اسعار مرتفعه. يعني حسوا حالهم دخلوا متاخرين احيانا؟ هم فعليا متاخرين. ولكن هاي السيوله لساتها موجوده وعليه، فانه اي تصحيح ممكن ياتي بالسوق سوف يعطي المبرر لدخول هذه السيوله، فالسيوله باعتقادي موجوده، لا نبحث عن مصدر السيوله، السيوله موجوده سواء السيوله المحليه، هناك مصادر كبيره السيوله المحليه سواء مؤسساتيه او افراد، حتى المؤسسات الاجنبيه باعتقادي مصادرها لساتها موجوده وبكثره بانتظار اي تصحيح، على اعتبار انه الاساسيات الأسواق ما زالت موجودة. نعم، أرجو أن تبقى معنا سيد حسام، نعود بعد قليل. هذه المرة ما هي فرص الأسهم لأن تعاود وربما تتنفس الصعداء بعد الحركات القوية في السوق اليوم؟ وجدنا أرابتك على 3 دراهم بعد قليل.
إذن الإيجابية واضحة في الأسواق الإماراتية رغم هذا التراجع الطفيف الذي رأيناه على السوق أبو ظبي وحتى بعض التراجعات التي طالت جلسة تداولات يوم الثلاثاء في سوق دبي لكنها لم تستمر كثيرا. نعود إلى حسام الحسيني ونعود معك حسام إلى سوق أبو ظبي. أحيانا ينتهز فرص عندما يكون سوق دبي هادئ وهي من الأمور القليلة حاليا عندما نرى دبي هادئ، لكن دانا غاز، رأس الخيمة، إشراق، كل هذه الأسهم صارت تصعد وبقوة، يعني حتى دانا غاز صار يصعد بقوة. حاليا السوق في أبو ظبي على ماذا يعني على ماذا تعول خصوصا بالنسبة لهذه الأسهم؟ هل هي منطقة الدرهم أوكي. هي الأهم بالنسبة إلى كل شيء تحت الدرهم، هذا اللي بيعطينا مجال إنه نضارب عليه؟ صحيح. سوق أبو ظبي بالرغم من ارتفاعاته هي يعني كانت ارتفاعات قياسية، ولكن معظم هذه الارتفاعات على المؤشر جاءت بفضل القطاعات الرئيسية، الحديث عن البنوك وحديث عن الاتصالات. الأسهم الصغيرة، أسهم المضاربة هي اللي تعودنا عليها، لم تستفد كتلك في سوق دبي، فكان حالة الثقة والاستمرار بالارتفاعات أدى إنه المضاربين يتوجهوا إلى هذه الأسهم، وإحنا بفضل الثقة الموجودة كانت الأسهم يعني تتجاوب إيجابا مع أي سيولة داخلي، وهذا التجاوب أدى إنه رفع شهية المخاطر لدى المتعاملين على هذه الأسهم، ورأينا إنه ارتفاعات. لكن القيادة كانت من دبي أهم، يعني هل في عوامل محلية في سوق أبو ظبي ممكن إنه تنعش هذه السوق إضافة طبعاً لعوامل طبعاً دبي؟ طبعاً يعني طبعاً السوق أبو ظبي تحتفظ بعوامل القطاع البنكي في إحنا نتحدث عن النمو الاقتصادي بشكل عام. نعم. القطاع البنكي إحنا يعني لساتنا ما يعني بالرغم من الارتفاعات القياسية بالأرباح، أنا باعتقادي لا لسه راح نشوف اتجاه صعودي في ربحية البنوك وتوزيعات البنوك. فاليوم أنا عندي مبرر بالرغم من الارتفاعات القياسية في بنوك أبوظبي، يعني فاقت حجم ارتفاعات المؤشر في سوق أبوظبي وفي سوق دبي. يعني نتحدث نحن عن أسهم تجاوزت قممها التاريخية حتى ب 2005. نعم. واليوم أسعار قريبة من مستوياتها التاريخية ب 2005 مع خصم التوزيعات، وأنا باعتقادي أنه لسه ما زالت مؤهلة لمزيد من المكاسب، خصوصا لطبيعة المستثمر وراء تلك الأسهم، لطبيعة وجود السيولة الكبيرة باعتقادي لساتها الموجودة، التوزيعات المغلفة. هناك الحديث لسه الأساسيات، ما زالت العديد من الأساسيات وباعتقادي وجود السيولة، فإنه يعني المجال ما زال متاحا، ولكن لم نرى الاستفادة على الأسهم الصغيرة في سوق أبو ظبي. هذا ما رأيناه بالفترة الماضية، وعم نشوف استمرار وتدوير وتنقل. يعني ربما السهم الأكثر استفادة كان سهم إشراق. نعم. ثم رأينا التحول على دانا وراكب روب وإلى آخره. نعم. خلينا نشوف السيولة كيف ممكن ندعمها إذا كانت السوق معطينها شوية مرونة فيما يتعلق بنمط البيع المكشوف وغيره. طبعا بدأنا من بداية العام عندنا تحفظ، ويبدو أنه في رقابة أكثر على وضع شركات الوساطة. كم كان ممكن لو انفتح المجال لكل شركات الوساطة تكون السيولة أحسن؟ شراء على المكشوف. شراء على المكشوف. نعم. إحنا شراء على المكشوف نعرف إنه قانون الهيئة كان واضح، وأوريدي في كثير شركات الوساطة قامت بتنفيذ مبدأ الشراء على المكشوف، ولكن معظم الشركات الوساطة الأخرى آثرت عدم التقيد بتعليم الهيئة بالنسبة لعملية المكشوف، وبالتالي كانت تحاول إدارة مالها الداخلي عن طريق إعطاء المكشوف. يعني على سبيل المثال قانون الهيئة واضح 1:1 كأقصى حد، ونسب التسهيل عند وصول المحفظة إلى نسبة معينة. اللي كنا نشوفه بالسوق ما كنا نشوف هيك، يعني كنا نشوف بعض المحافظ تعطى أكثر من ضعف، يعني ممكن 2 أو 3 أضعاف رأس المال. كنا نشوف عملية تسهيل في أسبوعية، عشان هيك كنا مثلا نشوف يوم الثلاثاء. كيف كانت تتفلت من الرقابة؟ طيب لا هي لا تقدم أصلا، يعني أنت اليوم نحن كشركات وساطة لأجل جعل العميل يتداول تحت نظام التداول بالهامش، هناك إجراءات الهيئة وضحتها، يفتح حساب تداول خاص تداول بالهامش، يجب أن لا يتجاوز المبلغ 1:1 يعني رأس ماله، يعني 100% كحد أقصى، وهناك يعني نسب مستويات يعني هناك مستويات لمراقبة التراجعات بالحسابات. هذا لم يكن مطبق. ما كان مطبق بالسوق هي عمليات التداول بالمكشوف على يعني نحكيها على ضمانة شركة الوساطة، يعني كانت شركة الوساطة تديرها على ما هي عليه، فكانت أحجام تداول مرنة بشكل كبير. القرار الأخير للهيئة بتقييد هذه العمليات ربما كنا نتوقع أنه يؤثر سلبا على حجم التداولات، ولكن نعم. ما حدث أنه حجم التداولات زادت. نعم. يعني إحنا لو قررنا حجم التداولات قبل التعميم يعني بالعكس كان هو زادت باعتقادي. السبب زيادتها أول شيء
انتعاش الاسواق وبالتالي الناس في عنده شيء مخاطر اكثر. اثنين اصبح للعميل عميل شركه الوساطه اصبح يستطيع فقط الاستفاده من نظام الهامش فقط اثناء الجلسه. نعم. فانا اليوم العميل عماله بيشتري وبيطلع اثناء الجلسه، فعشان هيك شفنا عمليه تدوير زادت انعكست لربما احجام تداولات اللي كبير العمال دائما مرنين يعني المتداولين. احنا لا احنا مجال يعني المتداول المتداول حيلاقي مجال، ولكن برضه احنا عشان ما نظلم السوق لا متخادي هاي العمليات تشكل فقط جزء. السوق فيه فلوس، في فلوس حقيقيه، في فلوس زي ما حكينا كانت واقفه على الحياد اليوم شافت فرصه، ايضا في فلوس كانت نتجت بشكل كبير من تسهيل على اسهم. نعم. في فترات سابقه ورايناها تدخل على اسهم اخرى. حسام انت ذكرت موضوع انه ابو ظبي ما فيها النمط الاستثماري على الاسهم الصغيره متواجد اكثر في دبي، طب انت كظاهره صحيه بتجد انه لازم يكون عندنا شويه هيك وشويه هيك، يعني لو كانت السوق مش عم تلتئ او بتتجه الى الاستثمار المؤسسات اكثر في ابو ظبي، هل هذا يعني يعتبر يعني شيء غير صحي في السوق؟ لا احنا الـ الـ يعني على بالنسبه للكتاب انه يعني احنا دائما نحب انه هناك توزيع، ولكن المستثمر خصوصا احنا حكينا المستثمر المحلي هو كان صاحب الفضل الاكبر بالارتفاعات، فهو على درايه كامله بخبايا الاسواق، ولا نحتاج المضارب المحلي او سوري المتعامل المحلي لا يحتاج الى تنويع، ورايناه يعني كان هناك تركيز، بالعكس كان هناك تركيز في البدايه في سوق دبي كان تركيز فقط على الاسهم القطاع العقاري فتره من فترات، في القطاع في ابو ظبي كان تركيز فقط على القطاع البنكي، ولكن احنا تعودنا كمتابعين الاسواق انه في نهايه الدوره السعريه غالبا ما نرى الاسهم جميع الاسهم تستفيد تقريبا من نفس المقدار، وعشان هيك شفنا بالاسابيع القليله الماضيه شفنا التركيز اكثر على الاسهم التي لم تستفد من من نعم. من, من الصعود السابق. نشكرك حسام الحسيني وانت عضو الجمعيه الامريكيه للمحللين الفنيين.